أعلنت وزارة الصحة أن مجموع من أخذ التطعيم حتى مساء أمس السبت قد بلغ 242,260 شخصا. وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم لذات اليوم، تبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 9,720 حالة تطعيم. هذا وتستمر الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا بهدف الحفاظ على الصحة وسلامة المواطنين والمقيمين من خلال رفع وتعزيز المناعة بواسطة التطعيمات لتوفير أقصى درجات الأمن الصحي في مملكة البحرين.